نحن واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة كاكي كاكي لو سمحت أبعدك ما رأيك أن تشارك في هذه الفاكهة؟ حسناً أنا سأكل النصف وأنت النصف هيا كاوا بانجا وهذا نصفك ماذا تفعل؟ قرقور أنا أقرأ ما اسم الكتاب؟ قرقور أنا مشغول ما بك يا مريم؟ لا يوجد من يلعب معي شمس إلمو ملسون قرقور كاكي حبيب نحن أصحاب نتعاون لا نتكاسل لا نتهاون ما أجملنا حين نساعد ساهم معنا حي ساعد لا تبقى بعيدا تتطلع ساهم معنا ماذا يمنع اختر عملا تبدع فيه شيئا لصديقك تهدي بتعاوننا نغدو أجمل أصعب شيء يصبح أسهل ما أجمل هذا الإحساس لو طبقه كل الناس لو طبقه كل الناس لا تترك أحدا في الشدة بادر لتساعد أصحابك لا تقلل أبدا أحبابك جاوبهم حين ينادون واعرف ماذا يحتاجون بتعاوننا نغدو أجمل أصعب شيء يصبح أسهل ما أجمل هذا الإحساس لو طبقه كل الناس لو طبقه كل الناس تتلو أرقام هيا نعرف رقم اليوم سيرافقنا حتى النوم هيا نعرف رقم اليوم سيرافقنا حتى النوم أربعة 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 عائلة عائلة ما معنى عائلة 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 ما هي العائلة إخوة أخوات أم أو أب نقضي معهم أحلى الأوقات والأجمل ما هو آت تتدرب مع خالك أو مع عمتك تصيد تقضي وقتا مع جدك ومنه تستفيد عائلة الأسماك تعيش في المحيط وعائلة القرود حول الأكل تحيط
عائلة من بط تهوى تهوى النط، وعائلة خنافس بفنونها تنافس. بجانبنا أو بعيدون هم في القلب أينما يكونون، رائعون ومرحون حول العالم يتواجدون. كلنا 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 عائلة، كلنا 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 عائلة. أحرف اللغة كم أهواها وأرددها لا أنساها، أنسج منها حلو كلامي وبها أرسل طيب سلامي. أحبائي الصغار، مرحبا يا أبطالي الصغار. هل تعرفون ماذا حدث مع نمولة اليوم؟ لقد وجدت كنزا من المأكولات، ولكن هل ستخبر أصدقائها يا ترى أم تذهب وحدها؟ تعالوا معي لتستمعوا إلى قصة مهرجان المأكولات اللذيذة. سمعت نمولة أصواتاً غريبة في الأعلى فصعدت بحذر. ماذا يحدث يا ترى؟ قربت المنظار المكبر نحو عينيها الصغيرتين. أوه، يا لدهشتها مما ترى! رأت البالونات والزينات في كل مكان فخمنت، يبدو أن حفلة كبيرة قد انتهت قبل قليل. حركت نمولة رأسها يميناً ويساراً غير مصدقة، فأمامها أشكال وألوان من الأطعمة. ما ألذها! سأحمل بعضاً منها على ظهري وأستمتع بأكلها وحدي. لكنها تذكرت صديقاتها النملات. يجب أن أخبرهن عن هذا المكان العجيب قبل أن يأتي ذلك الوحش الرهيب الذي يلتهم كل الطعام اللذيذ. نزلت نمولة إلى الأسفل مهرولة، وصلت بأقصى سرعة. أخبرت النملات لاهفة، لقد اكتشفت مكاناً عجيباً ملياً بكل أنواع الأطعمة الشهية، هيا لنسرع! رائع! شكراً نمولة! هتفت النملات فرحات، ثم صعدن وراء نمولة مسرعات ومتحمسات لمهرجان المأكولات. وصلت النملات إلى المكان، ما إن شاهدن الأطعمة حتى صرخن بامتنان، إنه أكبر مهرجان! وبدأنا في جمع الطعام. سمعت نمولة الصوت فصاحت بخوف، إنه الوحش ذو الكرش، هيا بسرعة! حملت كل نملة على ظهرها قطعة من البسكويت الهش، ثم هربنا من الوحش. اتجهت مجموعة من النملات نحو الفشار المقرمش، فتشاركنا في حمل حبة كاملة
بقوة خارقة. اقترب نحوهن وحش طويل كثيف الشعر، فهربت النملات في خط سريع. بوم بوم! كانت نمولة تحمل تفاحاً أحمر، وصديقتها نونا عنباً أخضر، عندما ظهر فجأة وحش عملاق لونه أصفر. غيرت نمولة اتجاهها، وخلفها صديقتها، وركضتا نحو مخبئهما. وأخيراً صار المكان نظيفاً بعد أن هربت النملات بعيداً، حاملات الأطعمة وفرحات بمهرجان نمولة للمأكولات. أحسنت يا نمولة بمشاركة أصدقائك مهرجان المأكولات، فالحياة أجمل مع الأصدقاء. وأنتم ماذا تفعلون لو كنتم مكان نمولة؟ هل تخبرون أصدقائكم؟ انتهى يومنا يا أصدقاء. لكن لحظة، إلى أين أنتم ذاهبون؟ حان الآن وقت سؤال اليوم. إلى العجلة. جاهز. هيا. العجلة تدور. هوب هوب. العجلة تدور. هوب هوب. الأرض تدور. كعكي يدور. أنا كلنا ندور. سؤال اليوم هو: ما هو رقم اليوم؟ رقم اليوم. أكيد أنكم عرفتم الإجابة، أليس كذلك؟ هذا صحيح. الجواب هو: رقم اليوم هو رقم 4. 4 صحيح؟ صح. شكرا لكم يا أحبابنا، ونلقاكم قريبا في حي سمسم. مع السلامة. نلهو معكم، نفرح جدا حين نراكم.